لقصة اتحاد الكرة والدنيا هتمشي ازاي خلال الفترة الجاية. الكل منتظر بما فيهم اتحاد الكرة كمان، منتظر النادي الأهلي بكرة واجتماع مجلس إدارة النادي بكرة هيصفر عن ايه، هنشوف الأمور هتمشي ازاي. لكن بصراحة اتحاد الكرة حط الأندية كلها في موقف صعب جدا، ده بسبب ضعف الشخصية في اتحاد الكرة. الأشخاص نفسهم أشخاص محترمين جدا وكلنا بنقدرهم ونحترمهم بشكل كامل كامل يعني، لكن احنا بنختلف على الأمور الإدارية اللي ممكن من خلالها تدير اتحاد الكرة، واللي من خلالها تقدر ان انت تدير كل المسابقات المحلية الخاصة باتحاد الكرة. فبالتالي يعني الفترة اللي فاتت او بالتحديد الفترة دي بالذات باين جدا اللخبطة الموجودة من الآخر كده في اتحاد الكرة فيما يخص مسابقة الدوري العام واللغط اللي حصل خلال الفترة دي. طيب عشان نقرب من الصورة بشكل أكبر نروح للأستاذ أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي الكبير والصديق العزيز علشان نتكلم معاه بخصوص اتحاد الكرة وآخر الأخبار والأمور تطورت لحد فين، وليه لحد دلوقتي ما خرجش بيان بخصوص بطولة الدوري والمسابقات المحلية سواء دوري أو كأس ومواعيد المباريات. يعني هنعرف كل التفاصيل دي من الأستاذ أحمد عبد الباسط. يا أستاذ أحمد مساء الخير عليك. مساء الفل، برحب بك أمير، مبسوط جدا أنا معاك وبرحب بكل مشاهدينا قناة الأهلي. أخبارك إيه؟ كله زي الفل، رمضان كريم عليك وعلى كل المشاهدين. الله اكرم، كل سنه وانت طيب. عايزين طبعا نتكلم عن اللغط اللي انت اكيد متابعه عن قرب بخصوص بطوله الدوري والمباريات المؤجله والامور هتخلص لحد فين، هل بطوله الدوري ممكن تخلص قبل انطلاق بطوله الامم الافريقيه ولا خلاص بشكل نهائي هتخلص بعد بطوله الامم الافريقيه، وخصوصا اتحاد الكره اخر بيان خرجه يوم الثلاثاء اللي فات قال ان مفيش تغيير في مواعيد المباريات الاخيره اللي تم الاعلان عنها مؤخرا، وبكره اللي هو المفروض يوم الاربعاء اللي فات هيكون في اعلان بشكل نهائي عن المباريات اللي هيتم تحديد مواعيدها لخوض هذه المباريات من قبل فرق الدوري العام. اخر الجديد عندك ايه يا استاذ احمد؟ طيب خلينا نوضح كده للساده المشاهدين انه كان في اختلاف فعلا حصل في تصريحات لبعض المسؤولين وفي بعض الناس، حتى الكابتن احمد شوبير كان رئيس اتحاد الكره قال الجدول اللي تم الاتفاق عليه مع لجنه المسابقات ما تمش الاعلان عنه وتم الاعلان عن حاجات مغايره ليه، فلازم برضو نوضح النقطه دي للناس. هو فعلا كلام الكابتن احمد شوبير صح، بس في جزئيه معينه انه كان قال للحاضرين انه هيتم موافقه اجيري ان هو يوافق على تاجيل معسكر المنتخب شويه، ولكن اجيري رفض، فبالتالي لجنه المسابقات خدت قرار لوحدها بعيدا بقى عن الرجوع للجنه او للكابتن احمد شوبير او مجلس الاداره، لان هي طرأت انه خلاص الدوري كده في مهب الريح. في بعض النقط لازم نبقى نوضحها للساده المشاهدين امير. اتفضل. انه كان في اجتماع بين الانديه وبين اتحاد الكره، وهنا احنا مش بننصف حد على حد، ولكن اقول لك القرارات اللي هم هياخدوها يعني. ايه بقى؟ هم قالوا انه في الاجتماع اللي كان يسبق الدوري مع الانديه كلها اللي كانت موجوده، انه الدوري يا اما نعمله بنظام المجموعتين، يا اما بنعمله نظام دور واحد فقط ما يكونش دورين ونقسم الدوري، او يبقى الحاجه الثالثه اللي هو الدوري المعتاد بتاعنا، يا اما الدوري يخلص بعد بطوله الامم. وكان في موافقه بالكلام دوت من كل الانديه. وخلينا نفكر الناس بس بحاجه مهمه، انه الدوري ان البطوله تم تاجيلها اسبوع، لو تفتكر البطوله اصلا كانت المفروض تكون يوم 15، تم تاجيلها ليوم 21 بطوله الامم. بالظبط. فبالتالي برضو كان في هنا زنقه، وهم الناس طلعوا، الحاج عامر حسين كان اتكلم قال لو الزمالك ما وصلش نهائي الكونفدراليه انا اقدر اخلص الدوري قبل بطوله الامم. احنا شايفين كان الاهلي والزمالك بيلعبوا بطولات افريقيا مع بطوله افريقيا كمان مره في نفس السنه مع البطوله العربيه مع اللي كان في الكونفدراليه، فكان الموضوع زحمه كتير ومؤجلات وماتشات منتخب. مش بنلتمس العذر لحد، ولكن كان في سوء اداره في بعض الملفات، ده حقيقي. في عند من بعض الانديه تجاه انديه على ان ما عند انه عند طبعا يعني انا مثلا لما يطلع نادي يقول انا مش هلعب، لما كان الزمالك بيتكلم في الاول انا مش هلعب غير لما يحصل كذا، يطلع بيراميدز يقول برضه انا مش هلعب غير لما يحصل كذا، فالطبيعي برضه ان الاهلي احد اقطاب الكره المصريه انا برضه مش هلعب غير لما يحصل كذا، فالموضوع وصل لعند في وعدم قدره على اتخاذ قرار حاسم من اتحاد الكره هو اللي وصل الموضوع للنقطه دي. ولكن ايه القرارات اللي هياخدها اتحاد الكره الفتره اللي جايه؟ القرارات اللي هياخدها اتحاد الكره، الدوري المصري هينتهي على يوم 29/30/31/7 اللي جاي، يعني بعد البطوله بتسع ايام او ب 10 ايام يكون الزمالك لعب الثلاث ماتشات بتوعه. اتحط للزمالك ثلاث ماتشات، الجونه الاسماعيلي ويختم بالاهلي. اتحط للاهلي ماتشين، ماتش المقاولين وماتش الزمالك، دول هيلعبهم بعد البطوله. اتخذ قرار كمان انه مباراه بيراميدز في كاس مصر، ممكن الناس مفكره ان الاتحاد الكره هيطلع يعلن بكره ان ماتش بيراميدز هيبقى خلال الايام اللي جايه، لا، ماتش بيراميدز هيتم ترحيل مباريات الكاس كلها وتاجيلها
لما بعد نهايه الدوري. يعني الصفقات الجديده تقدر تلعب في كاس مصر مش هتلعب في الدوري. تمام. مفيش اي نادي هيقدر يعيد صفقه، الانديه في كام نادي خلصوا؟ في 13 نادي او 14 نادي خلصوا الدوري. ما يقدروش يعيدوا اي صفقه، القيد مش هيفتح غير بعد نهايه الدوري عشان الناس اللي طب ما هي دي مشكله برضو يا احمد، ما انت دلوقتي القيد مش هيفتح غير لما الدوري او كل الانديه، مش يعني حتى الانديه اللي خلصت بطوله الدوري مش هيحق ليهم القيد اي لاعبين خالص خالص، فكل الانديه لازم تخلص بطوله الدوري عشان يحق ليهم قيد اللاعبين. في المقابل ان في بعض الانديه هتشارك بكل تاكيد في بطوله افريقيا، البطولات الافريقيه المختلفه، فبالتالي قائمه او القيد في الاتحاد الافريقي هيقفل يوم 30/7، فهل ده يعقل ان انت تقدر تايد لاعبين في اي توقيت من هذه التوقيتات، وخصوصا ان خلاص هيتم غلق باب القيد في 30/7؟ يعني الامور دي هتحل ازاي؟ كلامك مظبوط جدا يا امير، ولكن برضه عشان للمشاهدين انه البطوله الكونفدراليه سواء الكونفدراليه او دوري الابطال هتبدا في شهر اغسطس. في عندنا 5 ايام، ودي فتره القيد الاخيره اللي هي في مرحله الصيف لبطوله افريقيا، من يوم 1 ليوم 5 اغسطس. فهو اتحاد الكره قرر انه يخلص الدوري على يوم 1 او قبل يوم 1، بحيث ان كل انديه الدوري تقدر تعيد صفقاتها الفترة دي، لان ما ينفعش عيد افريقيا غير لما عيد محلي طبعا. فبالتالي هم هيقولوا لهم، هيسمحوا لهم ان انت هتعيد في الفترة من 1 لـ5 اغسطس، عندك 5 ايام تقدر تعيد فيهم لكل الاندية. مين اللي هيسمح؟ مين اللي هيسمح يا؟ ما هو دي لائحة، هو القيد هيفتح في الفترة دي، ده اجباري يعني، القيد بيفتح دي للفترة الاخيرة في فترة الصيف، بيفتح الخمس ايام من 1 لـ5. فيما يخص اتحاد الكرة مش الاتحاد الافريقي؟ لا، الاتحاد الافريقي كمان. لا لا، الاتحاد الافريقي قال اخر يوم يوم 30/7 للقيد. لا 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 لا، ما انت عندك بطوله، انت اصلا عندك بطوله هتخلص يوم 21، يعني 9 ايام. لا، مش 30/7، انت من يوم 1 لـ5 دي اخر حاجه بيفتحوا لك فيها السيستم ان انت لازم تعيد فيها. برضه في نفس الوقت انت لما تعيد الصفقات اللي عندك، كل الانديه هتخلص صفقاتها، مش هتقدر تعيدها غير في الفتره دي. هي المشكله بس هتبقى هنا يا امير، انه طب اللاعب ده هيمشي من النادي دوت، طب يروح النادي دوت، طب انا خلصت الدوري فهتبقى في شويه لخبطه في عقود اللعيبه، في فلوس اللعيبه، في الكلام ده كله. لكن انا بأجزم لك طبعا انه خلاص القرارات هتطلع او الجدول هيطلع، هم منتظرين اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي، المفروض ان اجتماع الاهلي بكره الاجتماع ده اللي اخر القرارات يعني. وخليني برضو اقول لوضح للساده المشاهدين، من معلومات يعني ان في تواصل كبير جدا بين اتحاد الكره وبين النادي الاهلي، وانه اثناء النادي الاهلي عن التراجع عن قرار الاعتذار عن البطوله او الانسحاب، وعرفت كمان ان الاهلي مكمل ورحب بالموضوع يعني برضو شايف الاجواء وللراي العام والدنيا، والاهلي مش عايز دي كلها معلومات من عندك انت لسه. هنشوف طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بكره هيقرر ايه يعني. دي من عندي انا. انا بقول لك في مفاوضات بتتم بين اتحاد الكره وبين النادي الاهلي، بحيث انه الامور تسير بشكل طبيعي، وانه البطوله تستكمل بعد نهايه بطوله افريقيا. وفي وجهات نظر تم تقريبها بصوره كبيره وتوضيح الامور تماما، وتدخل الاعضاء سواء اللي في مجلس اداره اتحاد الكره الاهلاويه او الاعضاء اللي في مجلس اداره اتحاد الكره الزملكاويه مع طرف نادي الزمالك ومع النادي الاهلي، بحيث ان الامور ما يكونش فيها تشابك كبير، لانه برضه البطوله مش تنفع بانسحاب الاهلي وهتقل قيمتها، ولا اتحاد الكره هيقدر يعاقب النادي الاهلي بلائحه ويقول لك يبدا من الدرجه الرابعه. ففي امور كده في النص. طيب بخلاف هذه الجزئيه يا احمد، انا عايز اسالك كام سؤال كده، وبالتحديد فيما يتعلق ببيان اتحاد الكره الاخير اللي هو كان بيان طويل جدا، وفي الاخر قال ان هو هيخاطب كل الانديه المعنيه باللاعبين الدوليين وبانتهاء بطوله الدوري، وان امكانيه انتهاء البطوله قبل بطوله الامم الافريقيه في حاله عدم الاستعانه باللاعبين الدوليين اللي هيكونوا في معسكر منتخب مصر. هل اتحاد الكره خاطب فعلا الانديه او الست انديه اللي عندهم لاعبين دوليين في المنتخب عشان يعرف رايهم هل ممكن نخلص البطوله من غير اللاعبين الدوليين، ولا لازم عايزين تلعبوا باللاعبين الدوليين فبالتالي البطوله تخلص بعد بطوله الامم الافريقيه، ولا لا؟ الاهلي بالفعل، اتحاد الكره بالفعل تحدثوا في الاول شفهيا مع مع الانديه، بحيث انه لو انتم موافقين على ان احنا نلعب دولي. وبمجرد ما تحدثوا شفهيا طلعت تصريحات بقى سواء من هنا احنا موافقين احنا رافضين، فالانديه دخلت في صدام مبكر، والزمالك اعلن رفضه رسمي ليهم ان هو رافض ان هو يلعب الدوري بدون الدوليين. قال لهم كده انا عندي 4 لعيبه من القوام الرئيسي مش هينفع العب الدوري من غير الدوليين، ولكن لو كان هيلعبوا الدوري من غير الدوليين انا كنت بقول لك باجزم لك ان الدوري كان هيخلص يوم 12/6، كان الدوري يخلص تماما، وكان هم عاملين خريطه بدوت، لكن طبعا الانديه رفضت ان هو يخلص من غير الدوليين يعني، وده حقهم طبعا في الاول وفي الاخر. طيب احمد، اخيرا عايز اسالك عن موقف اتحاد الكره بخصوص حضور رئيس نادي الزمالك مباراه الانتاج الحربي بالامس، هل اتحاد الكره ليه موقف في الامور دي ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ شوف يعني هو ده ملف شائك طبعا، ولكن انه بعد الازمه بتاعت عمرو مصطفى فهمي
كانت مع رئيس نادي الزمالك وخروج عمرو مصطفى من الاتحاد الافريقي، بدا يتم تقريب وجهات النظر بين رئيس نادي الزمالك وبين رئيس الاتحاد الافريقي، والدنيا هدت شويه وتم رفع الايقاف. وبالتبعيه انا عرفت كده ان في قرار سري تم اتخاذه من اللجنه الاولمبيه انه نرفع الايقاف كمان، لانه لما تم رفع الايقاف من الاتحاد الافريقي فكان مسموح ليه يدخل المباريات الافريقيه فقط، ولكن بالنسبه لدخول المباريات المحليه اتحاد الكره هو كمان تنازل عن حقه في الموضوع بعد تنازل يعني عن حقه. مش اعتذار، قال لك انه خلاص طالما الاتحاد الافريقي اللي هو الاكبر خلاص يعني قال ان احنا متنازلين عن الموضوع فاحنا كمان بنتنازل. فبالتبعيه ايضا اللجنه الاولمبيه اتخذت قرار كده ما تمش اعلان عنه او قرار شبه سر يعني انه مسموح لي بحضور المباريات وان هم خلاص تم رفع الايقاف عنه، ولكن لم يتم الاعلان على القرار عشان ما حدش يقول انه باطل او ما تعرفش برضو يعني ليه انه اللجنه الاولمبيه ما اعلنتش الكلام دوت او هم استنوا رد فعل او حاجه، لكن هو حضوره صحيح بناء على تاكيدات ليه من اللجنه الاولمبيه انه هو يحضر ما فيش اي مشكله، وانه طالما تم رفع القرار الايقاف من الاتحاد الافريقي احنا كمان رفعنا القرار لان احنا كنا واخدينه بناء على قرار الاتحاد الافريقي، لان بمجرد ما الاتحاد الافريقي خد القرار خاطب اللجنه الاولمبيه خاطب اتحاد الكوره بحيث ان انتوا تنفذوا القرار دوت على رئيس نادي الزمالك. تمام، انا بشكرك يا احمد، شكرا جزيلا طبعا صديقنا العزيز والناقد الرياضي الكبير احمد عبد الباسط، واللي اتكلم معانا في تفاصيل وكواليس قرارات اتحاد الكره خلال المرحله المقبله واللي هنسمع عنها اعتقد بكره او بعده بالكثير. والواضح كده من كلام احمد ان خلاص